يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ال HTML5 فيديو. لو جينا هنا بدأنا بمثال، فأنا معرف هنا فايل اللي هو في HTML tag وبعدين head tag، في مكان للجافا سكريبت ومكان للستايلنج اللي هو ال CSS، وفي البادي. جوه البادي هنعرف يكون في تاج اسمه فيديو، وبعدين بعد كده عايزين نحدد الويدث وليكن مثلا 300 بكسل، وبعدين الهايت يكون مثلا 200 بكسل، وبعد كده نقول كنترولز، هنشوف كنترول دي بتعمل ايه. وهنا كمان ممكن نعمل بعد كده كلوزنج للتاج، بس زي ما احنا شايفين احنا نسينا شيء مهم جدا. ايه الفايل اللي احنا عايزين يحصل له بلاي؟ فانا كنت عملت الفايل اللي هو الانترودكشن بتاع HY4Academy، عملت له كابي عندنا هنا اللي هو HY4Academy_intro.mp4، فده اللي احنا هنحاول نكتبه عندنا هنا جوه في الاس ار سي. HY4Academy_intro اللي هو ام بي بالاكستنشن ام بي 4. لو جينا عملنا سيف للكود ده وبعدين رجعنا هنا رحنا الاكسبلورر مره تانية وعملنا اكسكيوشن للفايل ده، فنلاقي دلوقتي على طول ده الجزء ده اللي لما كتبنا كنترول الكلمة دي هي اللي خلت يبان عندنا الكنترول اللي احنا نقدر نبلاي ونستوب وننكريز الساوند وهكذا. لو جينا عملنا بلاي دلوقتي فنلاقي دلوقتي عايز تتعلم عدد كبير من لغات الكمبيوتر بطريقة سهلة وبسيطة، من احد الاماكن اللي ممكن تساعدك هنلاقي الفايل دلوقتي ان هو اللي هو HY4Academy_intro ابتدى يحصل له بلاي وقدرنا نقدر نوقفه. فده من الحاجات المهمة جدا في برضه في HTML5 اللي هي تقدر تبلاي فيديو فايل جوه البراوزر بهذا الشكل. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.